والله انك عايشه بنعمه ما انك مقدرتيها. شايفه هذا الحصار اللي عم تحكي عنه؟ انا متمني اعيش مثله. يي مجنونه انت؟ كش بره وبعيد يا بنت. بالعكس، في احلى من انه الواحد امه وابوه يخافوا عليه. انا بتمنى انه امي تعمل فيني ربع اللي امك عم تعمله فيكي. بتعرفي انه ابي يمكن ما بيعرف انا باي سنه بالجامعه؟ رنوشه، عن جد ابوكي ما بيعرف انت باي سنه بالجامعه؟ ابي ما بيعرف شيء، حتى ما بيعرف شو في بكره. يا شو في بكره ساره؟ بكره شو بيكون؟ امبلا، بكره اخر الشهر. ساره، اخر الشهر صار مناسبه؟ بكره بصير لي بعرفه لتيم سنه واربع شهور وثلاث ايام. ممكن تنسي لي تيم شوي؟ يعني ما في حدا عندك بحياتك مهم غير تيم؟ يعني مو ضروري اهم منه بس مهم مثله. فيني اتصل بصديق؟ لا ما في داعي تتصلي بحدا، انا رح اقول لك من الاخر. بكره عيد ميلادي. رنوشة، انت بتعرفي قديش انا بحبك وقديش انت غالية علي، مو؟ بعرف. وبتعرفي قديش انا يعني يعني شفافة وبحس فيكي، انا اكثر وحدة بالبيت بحس فيكي. واضح. يعني شو كمان بدي اقول لك؟ ايه، انت بتعرفي انه انا لولاكي ما بخطي عتبت هذا البيت. اكيد. يعني انا طالبة بكالوريا، ولا على طالب البكالوريا من حرج، وجل من لا يسها. عادي عادي سارة، منا مشكلة. يعني إذا أهلي اللي هني أهلي من 10 سنين ما سألوا عني. انكترت، بعتني لك حوالي، بعتني لك مصاري. أنا ما كنت نسيانة، يعني أنا كنت عاملة هيك قصداً. قصداً؟ شو قصداً؟ يا الله، مشان الله ما تزلقيني. هلأ إذا عرفوا أني قلت لك رح يقولوا عني قرارة وصار سارة. عرفوا؟ قرقرة؟ شو قليلي قليلي، ما بحكي قليلي. شو بتوعديني انك بتتصرفي وكأنك ما بتعرفي شي؟ خلص وعد، يلا احكي بقى. يا ربي دخيلك، انت شاهد. والله انا ما كنت بدي الا بس هي. يا ربي، انا المسؤولة، يلا احكي. اوكي، الصبايا عم حضروا لك حفلة عيد ميلاد. شو؟ ونحن اقصادا عملنا هيك ومثلنا مشان ما تعرفي. كنت بفكر حبيبة قلبي. مفاجأة. أهلا سارة. سموحة حبيبتي، بدي خلص روحي وين ما بدك، قولي لأمك إنك كنتي معي. لا، أنا ما بدي روح على محل. أنا إيه، قولي سارة شبكي؟ أنا خبصة كتير كبيرة. لا تاكلي هم بنوب، تيم بحبك كتير ورح ترجعوا لبعض، وشو ما خبصتي رح يسامحك لأنه قلبه كتير 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 كبير. باي. رانيا ناطرة الحفلة اللي محضرين لياها بكرة، بس الكارثة انه الكل نسيان القصة. عم فكر بكرة روح على حلب. قال يعني عم تموه على اساس بكرة امبوسيبل. شو نسيانة بكرة؟ شو في معقول هنادي تزلق هيك زلقة؟ ما هي لا بالعادي، هنادي اسكى من هيك. اوكي، انتي اليوم قبل الظهر وين رحتي؟ هي ناقصة حدا على فكرة. ايه، انا ما عم افهم هنادي ليش بدها تفقس للقصة. احسن شي لقيلي شي سيري تاني قبل ما تخبص لها شي خبصة. دايما صحتين فاضي. شو نسيتيني قلتلك من الصبح اني رايحة ادفع فاتورة موبايلي؟ لا ما نسيت. معقول يصير معي الزهايمر؟ دايما. يعني بدهم يروحوا يخططوا بمكان تاني. شو رأيكم بهذا الفستان؟ لا ما حسيته خرج. شو عم بتقلي خديل بسي؟ يعني إذا ما بكون تاخدوا برأيي ليش عم تسألوني؟ يي، شو بدهم يهدوني قطعة تياب ملبوسة؟ لعما والله بيعملوها. خلصنا خناق انت وياها؟ شوفوا لي هالبلوزة، هاي ما عاد بدي البسها، ما رح ازعل عليها. بحياة الله، كمان مستخسرة تنقي لي قطعة تياب جديدة؟ منا مشكلة، بعرف اتصرف معكم.
صحاب اخر زمان. شو رايكم بهاد؟ هاد شو رايكم بهي الشحاطة؟ ايه لا بقى، شحاطة؟ انا بدها تهديني شحاطة وملبوسة كمان؟ شو شايفتني شحادة؟ بعدين ما بتعرف انه نمرة رجلي غير نمرة رجلها؟ خلص مانا مشكلة، انا بعرف وصل لهم فكرة انه يشتروا لي هدية على مزاجي. ميوشة بابا بعت لحوالي انا رايحة اقبضها وانزل على السوق. ايه الحمد لله. بتعرفي كنت هيك مشتهية شنطاي جينز كبيرة زرقاء هيك ازرق سماوي، انا ما بحب الازرق الغامق، فيها سحابات كتير وجياب كتير. والله مزوقة. بعدين اذا لازم تعرفوا انه انا عبالي اشتري كمان بوت رياضة ابيض وما عليه ستراس. بتعرفي شو نمرة رجلي؟ ستة وثلاثين. انا رح روح. ايه روحي الله معي. انت رح تنسي؟ اوف، يعني ضرورية هلا سفرتي معضيعة؟ عن جد مو معقول هالزلمة، كل ما بعتازه ما بلاقيه. يا ربي شو بدي اعمل هلا؟ ما ضل في وقت. لقيتها. رانيا مو هون؟ برافو عليكي، نزلت من خمس دقائق. ايه الحمد لله، انا اصلا استنيتها لحتى فلت وجيت لعندكم. طالما ما بدك رانيا ليش عم تسالي عليها؟ ميوشة انا عندي وقت صغير. احكي شو عامله؟ ضربتي الهاردوير؟ يعني اكثر بشوي. حاكي مكالمات دولية؟ هيك لا لا وحياة الله مو هيك، لا يعني اكبر بشوي صغير. لك هان اعترفي. ما بعترف غير قدام البنويت. البنويت؟ طيب الله يعين البنويت على هالجيرة. فوتي. فتت. معقول يكونوا حسوا اني عم لمح لهم على الهدية؟ طيب مو احسن ما يشتروا لي شيء مو لازمني؟ قلتي لها بدنا نعمل لها حفلة عيد ميلاد نفاجئ فيها؟ فكرة حلوة مو هيك؟ لا ابدا مو حلوة. لك معقول تكونوا نسيانين حفلة عيد ميلاد رفيقتكم رانيا؟ اي رانيا رانيا عز رفيقة لكم، يا عبشوم عليكم يا حبيبة الخبز والملح فيكم. لسانك ما بيفوت لحلقك، القصة ما لها علاقة بالنسيان، القصة لها علاقة بظروفنا. ايه مزبوط. بس انا كثير زعلانة عليها لرانيا يا جماعة، حاسة حالها لحالها، حاسة حالها وحيدة. بالله شو؟ يعني إذا أنت يا جماعة بدكم تعملي حفلة على حسابنا، بتعرفي هيك حفلة قديش بتاكل وقت؟ أنا إذا بجند المؤسسة كلياتها وبجند لينا وعشرة مثل ما بيعرفوا يعملوها، وين؟ بدك ديكور، بدك زينة، بدك جاتو. أنا بساعدكم. أنا مسافرة على حلب. الله معك. وأنا ما بقدر ألغي حفلة عرسي بنوب، مو عرسي عرسي يعني العرسي اللي أنا متكفلة فيه مؤسستي. الله يوفقك. وأنا مصدومة عاطفياً وما عندي مود أبداً للحفلات. الله يكون بعونه. شدي حالك شوي. يعني هلأ شو؟ يعني الله معك. يعني مثل ما وردتي حالك بتنفدي حالك. ورانيا؟ أنا كنت حاطة ببالي إني رح أبعت لها مسج معايا ده من موبايلي من حلب. SMS مسج؟ معقولة يا جماعة؟ معقولة هي رفيقتكم رانيا مسج بتبعتي لها تعيدي بعيد ميلادها؟ خلاص قلكتي ناف، إذا كتير كتير يعني زعلانة عليها عملي لها أنتي الحفلة. أو شوفي تايم بركي بيساعدك وتعملوا اثنيناتكم عيد ميلاد مو؟ بيكون أحسن. فكرة حلوة كتير. ماشي عيدي لشوف أجين كاني أنا ما سمعت شي. أنا بدك ياني أعمل عيد ميلاد لرانيا وهون عندي بالبيت؟ شوفي يا ماما هي خدمة إنسانية، والله العظيم إذا بتساعديني أعمل حفلة عيد ميلاد هون لحتى ما خليك تمدي إيدك على شي، لحتى أجري وأطبخ ونظف البيت، وإذا بدك بفرم بقدونس. يغزي العين حولك وحواليك. شو شاطرة ماما توبري قلبي من شاني. والله العظيم إذا بتسايريني هالمرة لحتى أدرس لك الليل مع نهار وغير طب أو صيدلة لا تقبلي. موافقة. هنجد؟ يعني عجبنا نعمل حفلة لرانيا هون؟ موافقة إذا بتجيبي لي علامات تدخلك طب أو صيدلة. مو بس بعمل لك حفلة لرانيا ولا ميديا ولا سميحة، وإذا بدك كمان بعمل لك حفلة عيد ميلاد لتيم. منيحة؟ يعني ماما انت كيف بدك يعني انا فوت طب او صيدله وانا عم بدرس ادبي؟ قولي لحالك هالحكي بدل ما تضيعي هالوقت الفاضي بمنظمه اليونيسيف. فوتي قري لك كم كلمه ينفعوكي. ماشي الحال يا ماما، هالمره انا رح اضرب لك عن طعام. بيكون احسن. شوفي شلون سمنانه، لكي كرشك شلون طالع.